وزارة الدفاع النظام تعلن عن قبول التطوع بعقود بين 5 سنوات و10 سنوات. هذا أمر عادي. غير العادي الرواتب التي أعلنت عنها بالملايين. من أين يأتي الأسد بالمال؟ هذا سؤال مهم في هذه الأيام. ثم في دارية عاد القوم للوقوف على أطلال دارية وأمام مقام السيدة سكينة وفق روايتهم، لكن هذه المرة بلطمية مؤذية للوجدان. حياكم الله فيما تبقى. أعلن النظام رفع أسعار الخبز والمحروقات بنسب تصل إلى 100% بعد ساعات من إعلان زيادة المعاشات التي أعادت الحديث عن قرار وزارة الدفاع التابعة للنظام فتح باب التطوع في الجيش بمقابل مادي يصل إلى 1,300,000 ليرة. أن يضعك القدر في صفوف جيش النظام السوري مرتدياً الزي العسكرية فأنت محظوظ بنظر عرابي محور المقاومة على الشاشات، فكيف إذا اجتمعت البدلة مع الملايين؟ وهو ما حصل عليه عدد من السوريين بعد توقيعهم لعقد التطوع في جيش النظام السوري الذي يمتد من 5 سنوات إلى 10، تتضمن ميزات واستحقاقات ومكافآت ومنحا مالية تصل بنهاية المطاف تقريبا إلى 1,300,000 ليرة سورية وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام. حكومة النظام هذه أعلنت أيضاً زيادة في المعاشات لموظفي القطاعين الخاص والعام، بلغت أقصاها لموظف الدرجة الأولى نحو 470,000 ليرة سورية، أي إن التطوع في الجيش فقط يكسبك تقريباً 3 أضعاف راتب أفضل موظفي الدولة، وبالتالي باتت الرسالة واضحة بشكل أكثر قبحاً. الحديث عن ملايين الليرات للمتطوعين يهدف من خلاله النظام إلى تشكيل جيش يقول إنه احترافي، يبدل فكرة الإجبار العسكري بفكرة التطوع والرغبة، يعوض كذلك هروب الآلاف من الخدمة العسكرية ومقتل أعداد مشابهة، إضافة إلى قضية الانشقاقات التي قد تقع كما حصل في بدايات الثورة. صحيح أن راتب الموظف قد يساوي 30 دولاراً في حده الأعلى، وراتب المتطوع بالجيش قد يصل إلى 100 دولار أيضاً بحده الأعلى، لكن كلا الراتبين لا يكفي عائلة للوصول إلى حد الفقر والجوع وفق الأرقام التي تصدر من داخل سوريا. لكن التمايز الهادف لدفع السوريين باتجاه جيش يأتمر مرة أخرى بأمر نظام الأسد هو ما يجعل من القضية مثاراً للاستنكار الكبير، خصوصاً مع رفع الأسعار الأخير للخبز والمازوت بنسبة 100% للأول وما بين 30% و40% للثاني، وتجد نفسك تقول رب العالمين وحده العالم كيف يسير السوريون في مناطق النظام أيامهم. يعني كما يقول عبد الله طعمة، فعلا رب العالمين وحده الله هو الذي يعلم كيف يسير السوريون أمورهم في مناطق النظام، لأن الأمر دخل في مرحلة اللا معقول، المستحيل، المرحلة يعني الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه مستحيلات العرب الثلاثة، ومستحيلنا الرابع أن هؤلاء السوريين في مناطق النظام كيف يعيشون، هذا مستحيل الرابع. كيف تعيش الناس إذا كان راتب رب الأسرة 200,000 200 300,000؟ كيف يتدبر أمره؟ والأسعار يعني شيء لا يصدق. الأسعار، على سيرة الأسعار، أصدر بشار الأسد مرسومين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%. جيد، يعني شكرا. لكن هذا الأمر تزامن مع رفع الحكومة، رفع حكومة النظام أسعار الخبز بنسبة 100% والمحروقات كذلك. النظام الآن يعتمد مبدأ الإبرة والمسلة، هو المبدأ الذي يحكم النظام به الناس في مناطقه، هو مبدأ الإبرة والمسلة ولا مبدأ آخر. كيف الناس تتدبر أمورها في مناطق النظام؟ هناك كثير من الإحصائيات أنه يعني الأسرة السورية كم يلزمها، مكونة من 5 أفراد، وكم يكفيها، تبقى هذه الأرقام التي تصدرها المنظمات الأممية، والحقيقة يعني أرقام مؤلمة للنفس البشرية، لكن هذا هو الحال.
هذا هو الحال، ونظام لا شيء لديه سوى رفع ثم الرفع ثم الرفع، لأنه أموال الكبتاغون يضعها في جيبه، وهذه لا يعطيها لسوري أيا كان إلا له ولزوجته ولإخوته ولخواص خواصه، ما دون ذلك من السوريين لهم الله، ويرفع عليهم الأسعار رفع ثم رفع ثم رفع. إلى أين؟ في هذه الأثناء يأتيك جيش النظام ليقول لك والله نحن نريد أن نقبل تطوع عدد من الشبان السوريين بعقود لمدة 5 سنوات و10 سنوات. طيب، له شروط من عمر 18 حتى 32. طيب جيد، طوله لا يقل عن 160. أحد الشروط قال أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شأن. لا، هذه مضمونة، أبشركم مضمونة هذه. المشكلة أين؟ في العقود. قال المقاتل المتطوع ضمن عقد الخمس سنوات يحصل على ميزات أبرز الإعفاء من الخدمة وراتب مقطوع يصل إلى 1,300,000، وأي زيادة على الرواتب سوف تشمله كذلك. المتطوع يحصل على راتب شهري وفق رتبته، يضاف إليه تعويضات الميدان بنسبة 100% من الراتب المقطوع، وبدل سكن بنسبة 100% من الراتب المقطوع، والعبء العسكري بنسبة 100% من الراتب المقطوع، والمهمة القتالية عندما يخرج للتشبيح ليسرق براد مروحة كذا 100,000 ليرة سورية، وبدل مواصلات 150,000 ليرة سورية. اكتفى؟ لم يكتفي. هناك هل من مزيد؟ نعم، هناك المزيد. كما سيحصل المتطوع على 8 رواتب شهرية مقطوعة بعد مضي سنة على عقد التطوع. من أين لك هذه الملايين سيد الرئيس؟ من أين لك هذه الملايين؟ من أين أتيت بهذه الملايين؟ الكبتاغون أمواله لوحدها، يعني الجميع يعرف لا يمكن أن تدخل في هذه السياقات. من أين أتيت بالأموال؟ من أين؟ إن بني ضرجوني بالدم، هذه شنشنة أعرفها من أخزمي. الإمارات أخزم هذا العصر الإمارات؟ لا أحد غير الإمارات. هذه شنشنة أعرفها من أخزمي. الإمارات دفعت لك ووعدتك بشيء؟ طيب، البعض يقول إن ما يقوم به الأسد الآن هو أيضا سرح ويريد إنشاء جيش احترافي، ويعني يريد أن يبدل جلده، وإصلاحات في حزب البعث وتغيير القيادة القطرية وإلى آخره، والإدارات المحلية وإبعاد ناس والإتيان بأناس آخرين وغير ذلك. الأسد يريد أن يغير جلده، بات واضحا، وهذه مسألة الجيش والرواتب، هذه لا يدفعها الأسد من جيبه، هذه من جيبة الإمارات العربية المتحدة العظمى من أخزم. هذه أموال أخزم، ليس شرطا أنها وصلت، لكن ربما تكون وعودا، يعني أنه يجب أن تفعل كذا من أجل كذا، يجب أن تفعل كذا. ماذا كذا؟ البعض يقول يجب أن تغير جلدك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تساعدنا في مسألة تعويمك، وأن تساعدنا في مسألة تسويقك. هكذا يقال له من الإمارات، وهذا يعني كلام بحكم المؤكد، وكذلك السعودية قالت له هذا الكلام. لكن قيل له كلام آخر للأسد في مسألة العلاقة مع الإسرائيليين، وفعلا يعني محاولة يعني قدر المستطاع الابتعاد عن الإيرانيين. عرب الخليج، الإمارات والسعودية، هذا ما يدور في خلدهم، وبناء عليه يقولون للنظام افعل كذا، وهذه الأموال جاهزة ندفعها لك كاش، والنظام ينفذ. هذه مسألة الجيش، هذه أموال يعني مقطوع بها، هذه أموال الإمارات أو أموال السعودية، وفي غالب الظن هذه أموال الإمارات. لكن وما كيد فرعون إلا في تباب. كيدك هذا في تباب سيد الرئيس. لماذا؟ لأنه أين إيران؟ الآن هناك الأستاذ رضوان السيد يقول لك يعني إيران الآن في مرحلة الانتصار، هي تتعامل مع واشنطن تعامل المنتصر، ويسوق على ذلك الأدلة. يقول أستاذ رضوان السيد أنه بمجرد أن هوشت إيران على القواعد الأمريكية، ومن ثم قتلت أميركان، الأمريكان ردوا ردا باردا ويريدون عقد صفقة.
وهو يقول لك هذا قديم قديم قديم، يعني يحصل مناوشات من ثم تهدد واشنطن تهدد إيران ومن ثم يتفق الطرفان وهكذا. 2015 حتى قبل طوفان الأقصى كان القوم متفقين في عمان، وواشنطن أفرجت عن أموال ودائع مالية ويعني الجماعة، وإيران أفرجت عن أسرى أمريكان إيرانيين، إيرانيين أمريكان يعني من أصول إيرانية، الجماعة متفقين. والآن بعد طوفان الأقصى الإيرانيون والأمريكان بحاجة الاتفاق أكثر فأكثر، بذلك واشنطن ابتلعت مقتل جنودها. ويليام بيرس فإن القول ما قالت لبيبة وقطعت جهيزة قول كل خطيبي، وجهيزة هي ويليام بيرس مدير السي آي إيه. مدير السي آي إيه يقول نصا إن إيران، التعامل مع إيران هو مفتاح أمن المنطقة، ويجب أن نتعامل مع إيران حتى نضمن أمن المنطقة وأمن إسرائيل. نقطة من أول سطر حسمها ويليام بيرس، حسمها جو بايدن يتصرف وفق هذا المنطق. الآن دور السيد الرئيس في هذه المعمعة هو يحاول الابتعاد، ويحاول الابتعاد واضح جدا، يحاول الابتعاد والالتحاق بالركب الإماراتي والركب الإسرائيلي. طيب جيد، لكن من سوف ينجيك من الإيرانيين؟ من؟ القول إن الأسد لديه ما يكفي من الحماية أو القوة للنجاة من الإيرانيين، البعض يقول هذا قول ينقصه الدقة، ينقصه الدقة قطعا. لا يستطيع الأسد، لا يستطيع الإفلات، الأسد أغرق نفسه مع الإيرانيين أكثر من الروس بكثير بكثير جدا. كيف سوف ينجو؟ وهل أصلا تسمح له إيران أن يتخذ مثل هذه الخطوات؟ إيران الآن في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن تريد قطف ثمرة طوفان الأقصى، تريد قطفها، تريد أذرعها حزب الله والحوثي وهذه ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، تريد الثمن. هل يعقل أن إيران الآن التي تتعامل مع المنطقة تحديدا مع عرب الخليج تعامل المنتصر، هل تقبل بأن يتم سحب الأسد وهو درة تاجها من حضنها؟ لا تستطيع ولا يمكن أن تقبل إيران هذا الأمر، وهذا يشكل خطرا على بشار الأسد. لكن البعض يقول الأسد ليس لديه خيارات، ليس لديه خيارات، هو يحاول الابتعاد عن الإيرانيين أملا في النجاة، لكن إيران لا تسمح له. طيب الخيار الآخر الالتصاق بالإيرانيين، إذن لا تبديل في حالته الداخلية. ماذا يفعل الأسد؟ هذا هو الحيص البيص الحقيقي، الأسد في حيص بيص حقيقية، كيف سوف ينجو منها؟ خياراته ضيقة جدا، يحاول أن يغير جلده، يحاول، لكن حنانيك سيد الرئيس، ربما إيران تسلخ جلده وأنت تغيره. أظهر مقطع نشر على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الأشخاص يقيمون لطمية أمام ما يزعم أنه مقام السيدة السكينة في مدينة دارية بريف دمشق. دلي نردى سالف له عشام وخرايبها، واحنا شلون طبينا دير المحد يطبها، دير المحد يشرب لا بزعة عشيرة ولا ربي رغقا.
معنا من اسطنبول الصحفي تمام أبو الخير ابن مدينة دارية. تمام مرحبا. أهلا أهلا بك دكتور. مرحبا. سمعت اللطمية قال لك دلينا رد أسولف لك عشام وخرايبها، وإحنا شلون طبينا بديرة ما حد يطبها؟ هذه في أنقاض دارية، على أنقاض دارية. نعم بصراحة هو الموضوع محزن، وقت الواحد بيضحك يعني من الأسى على الموضوع اللي صار. لو بدنا يعني مقام سكينة بشكل عام، هو مثل ما ذكرتم أنتم أنه مزعوم، ما يزعم أنه مقام سكينة بنت الإمام علي كرم الله وجهه. فمن بعد 2016، من بعد تهجير دارية، كثير من الرموز الشيعية عم تزور المقام. هذا الشيء مو جديد، تمت انقطاع الزيارات تم من 2011 تقريبا 2012 لحتى 2016، وقت كانت تحت سيطرة الجيش الحر المقام. هلا في معلومة بس بدي صححها، انذكرت بالريبورتاج انه الجيش الحر سيطر على المقام ب 2015، لا هو كان تحت سيطرة الجيش الحر من 2012، ما ولا مرة كان في تغيير سيطرة عليه حتى ايام التهجير. اللي كان يصير انه الجيش الحر بيطابق والجيش النظام بيطابق لمدة معينة، صار فيها معركة كبيرة بمدينة دارية حوالين مقام سكينة، ولكن تم دحر النظام وقتها بما بات يعرف بمعركة الأنفاق، وهي من أكبر معارك الأنفاق في سوريا، تشبه إلى حد بعيد يعني معارك الأنفاق الآن في غزة. وقتها صار في معركة أنفاق بمعدل يعني بعدد أنفاق 70 نفق بين الجيش الحر والنظام. متى خرجت من دارية تمام؟ 25/8/2016. يعني وأنت تراهم ساعة 4 يعني أيام دارية التي لا تنسى، يعني وأنت تراهم هكذا يلطمون على هذا المقام وخلفه أنقاض دارية أنقاض، ما الشعور الذي ينتابك؟ والله أنا الفترة الأخيرة للأمانة يعني عم ينتابني شعور كثير من الحرقة والضغط، أكثر مما يعني ينتابني على خسارة سوريا بالكامل، أنه خسرناها لأجل ناس دخلاء. الموضوع أبدا بالنسبة لي ما هو طائفي بقدر ما هو استملاك واحتلال للأراضي بأشياء مزعومة. لو كان فعلا في أشياء الواحد أوكي، يعني في لهم أشياء في عقائد معينة، ولكن أشياء مزعومة، شيء بحزب القلب بيحرق القلب. يوميا عم نشوف مقاطع، دمشق ما هي اللي بنعرفها، دارية هي يعني مكرر، كان يعني من وقت إنشاء المقام مكرر جيد الإيرانيين والشيعة، ولكن لم يكن بهذا الزخم. طيب متى الكبير متى أتوكم الآن. متى أتوكم هؤلاء؟ في أي سنة؟ هلا كمان ذكر بالريبورتاج إنه 2003 تم إنشاء المقام، هو 2003 تم الانتهاء من بناء الأساسات، أما بالتسعينات اخترعوا المقام. على فكرة تم اختراع المقام بمساعدة 4 من كبار المسؤولين النظام في مدينة دارية، ولهن أصلا مدينة دارية. يعني هذه قصة اختراع المقام في التسعينات، منذ التسعينات يعني بال 96-97. نعم طبعا. وكمان بدي أقول لك أنه شيوخ دارية كتير تحدثوا بالموضوع، أنه حاولوا يحجوا النظام تاريخيا بالوثائق والأدلة التاريخية، ولكن الموضوع كان دائما رفض وإهانات واتهام بالطائفية وأنه هم في مقام. على الرغم من أنه إذا بدنا نرجع تاريخيا للموضوع ونفند الموضوع تاريخيا بالكتب وبالأدلة والوثائق، ما في الموضوع تماما. واللي بيقول لك انه الطريق مر من هنا، كانوا يعني ماتوا على طريق دارية. فالخبراء وحتى المؤرخين وحتى المشايخ اللي كانوا يشتغلوا بموضوع الحديث والجرح والتعديل بيقول لك انه نحن لم نقف على قبر
في دارية غير بعض القبور اللي فيها خلاف بالأصل، قبر بلال الحبشي رضي الله عنه، قبر أبو مسلم الخولاني التابعي، وقبر أبو سليمان الداراني التابعي، ما تبقى عليه كثير خلاف. حتى طيب، هاي القبور الثلاثة التي تم إثباتها من العلماء التاريخ بيقول لك إنه هي إما موجودة بدمشق أو بدارية، يعني مو موثوق تمام الوثوق إنه هاي القبور موجودة بدارية. حسنا، فما بالك بقبر تم اختراعه؟ طبعا قبر بلال الحبشي أو مسلم الخولاني أو سليمان الداراني عليهم خلاف من مئات السنوات، يعني في إمكانية إنه يكون هون. أما قبر سكينة بلشت قصته تنتشر بال1997، يعني شيء مستجد. كيف أنت عرفت إنه هلأ هون عندي قبر؟ الرواية عفوا ما طول كتير، ولكن الرواية تبع قبر سكينة كبار أهل دارية وإلى الآن لساتهم على قيد الحياة اللي بيروا الموضوع، بيقول لك إنه هذا البيت اللي تم اختراع القبر فيه هو لشخص مختل عقليا اسمه أبو صادق، كان ما معه حدا غير هو وعنده يربي كلب، كان ففجأة بعد ما مات بلش تجريف البيت، وقالوا انه هون الجرافة ما عم تقدر تحط اسنانها بالارض لانه في ولي من اولياء الله الصالحين، وفجأة قالوا انه هاي سكينة بنت علي. طيب، هاي الرواية أنا سمعانا من الناس الأهالي دارية، يعني أبي وعمامي واللي سمعوا القصة من العالم يعني، وهي ما بعيدة بال97 يعني. طيب، في 2003 انتهى بناء المقام، الأساسات بشكل عام يعني. تمام، هو لم على فكرة من كثر ما كان عم ينكب عليه المصاري المقام ما انتهى بناءه حتى بال2011 يعني بسواته كمقام رقية أو زينب كان بهذا الاتجاه، ولكن كأساسات كان فعلا عم هو صار في أكثر محاولة تفجير للمقام من قبل النظام، لأنه قلت لك في 70 نفق تحت المقام بين النظام وبين جيش الحر، وصار معارك وكتير راح شهداء بهذا الموضوع. إذا بتفتح اليوتيوب كمان بتشوف في معارك أنفاق مصورة رأيناها جميعا. تمام، متى بدأوا يأتون إلى دارية الإيرانية؟ هو أولا إيراني دارية فيها شيعة كان؟ لا، شيعة دارية هي طائفة سنية الخالصة، حتى أنه مدينة دارية مدينة فيها حي واحد من غير أديان، هو من أولى حارة المسيحية. طيب، وفي تعايش تمام، بس ما في غير طوائف أبدا. طيب، متى بدأ الإيرانيون يأتون، يعني بدأ وجودهم يلحظ في دارية؟ 2003 بدأت ترى، يعني أنت ابن دارية ترى الإيراني يعني يأتي أنا رأيت أحمد نجاد وهاشم رفسنجاني، والنعم أنا بعيني رأيتهم، كنا بالمدرسة كنا بناخذ دورة شان الدقة بعد المدرسة، أنا كنت بمدرسة إعدادية الوقت في دارية، وكنا ناخذ دروس تقوية عند أستاذ في مدرسة معن بن زائدة، لما فاتوا علينا الأمن وغلقوا المدرسة وحطوا قناصات قعدنا نطلع على الأمن الشبابي في سيارات فخمة، فكان وقتها رئيس إيران هو أحمد نجاد. هذا الحكي بال2006. طيب، بدأوا يختلطوا بالناس الإيرانيين الذين يزورون المقام، بدأ بالعراقيين؟ ما في أي اختلاط، لأنه كان الباصات تصف محد المقام فورا ودغري على المقام، كان في سوق يعملوا فيه بعض أهل دارية، لأنه كمان وقتها صارت المنطقة يعني هبت أسعارها كتير، لأنه في سياحة دينية بلشت تصير وعلى كل حال كنا نشوف هاي اللطميات، بس مو بهذا الموضوع، كانوا يلطموا جوا داخل الصحن المقام. بس بدارية ما تم تسيير مواكب إلى سكينة، يعني من الحارات للمقام. يعني تقول هوية دارية ما بدأت يعني تتغير، ما دارية ما قبلت هذا الموضوع أبدا، يعني كان في وعي للموضوع أنه في حالة على كل حال كان في حالات تشيع بدارية معروفة تماما، وفي عالم تشيعت ومنعرف عالم صارت توزع كتيبات، ولكن ما نجح الأمر أبدا. على أثر هذا المقام، يعني بدأوا بالتغلغل. طبعا على أثر هذا المقام، لأنه بالأصل أقول لك يعني
شلون بدي اشرح لك اياها؟ الحاله الاجتماعيه تبع داريه لا تقبل بهذا، هي حاله داريه سنه مذهب شافعي اشاعره. الحاله الغالبه هي الالتزام بالدين، وخاصه اللي طيب. صار بعد التسعينات الالتزام بمواضيع الدينيه والهي والتزام بالسنه. حبيبي تمام، الوقت المدينة. الوقت يدهمنا. هل بقي احد من اهل داريه الان في داريه؟ ايه عم يرجعوا، عم يرجعوا اهل داريه. بدا يعني النظام يسمح لهم؟ بيسمح هلا، من اول ما بلش يسمح لاهل داريه بالعوده كان بقوائم امنيه ببطاقات. هلا في اهل داريه بلشوا يرجعوا، بلشوا يرمموا بيوتهم، لانه بيقول لك القعده ببيت مهدم احسن من القعده بخيمه او بمكان اجار. كم عددهم هؤلاء الذين رجعوا؟ هل يعني تقدير؟ في اعداد كبيره، 50,000 60,000، بس معدمه الخدمات يعني. والمنازل مدمرة طبعا. ما يعني طيب. التقارير، أقل تقرير يعني بيعطيك نسبة أنه دارية 70% منها مدمر. العيش في ليل، تقارير الأمم المتحدة حكيت أنه 80% مدمر من دارية. وصور مؤلمة، العيش في ليل دارية إذا برد، والماء نمزجها، والراح نمزجها بالماء، بالماء من بردة، والراح نمزجها بالماء من بردة، من بردة. العيش نعم. في ليل دارية من إذا بردة، اسمه الديراني. يمر من بردة. هو نهر بردة 9 أفرع له. نعم. فرع من أفرعه الديراني. الآن الجماعة طبوا ديرة ما حد يطبها. الصحفي تمام أبو الخير، احبسها في صدرك، احبسها في صدرك. كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك تمام. أهلا بك. لا ما تبقى غدا بإذن الله تاسع مساء توقيت دمشق، ما تبقى تجري سيام الله.